الاختلاف فيما بينهما فهو بصورة وقتية، وإن عاجلا أم آجلا سينضم الاثنان في تحت تنظيم واحد أو تحت لواء واحد، سواء بتقديم أحد قيادات التنظيم أو عناصره الولاء للآخر، أو باختفاء أحد قيادات أحد التنظيمات وانضمام العناصر والمجموعات اللامركزية الموجودة في الدول إلى التنظيم الآخر. وده هو في الحقيقة فكر اللي بيؤسس ليه دايما فيما يطلق عليه دولة الخلافة التي ينشدونها. الجزئية الأخرى، أنا دايما لا يقلقني خروج العناصر من دولهم في الالتحاق بداعش، ولكن ما يقلقني في الحقيقة وهو ده اللي انا يمكن مهتم بيه بصوره كبيره جدا، ولم ارى اي تفاعل او رد فعل من الدول التي تحارب الارهاب او تواجه تنظيم داعش لاتخاذ اجراءات فاعله في هذا الموضوع. ولكن ما يقلقني في الحقيقه هو عوده هؤلاء العناصر لغير دولهم، ودي يمكن احنا بقالنا سنين بنواجه هذا الفكر، بنواجه هذا عمليات هذا التنظيم وما سبقه من تنظيم القاعدة، ولم نتخذ أي إجراءات فاعلة في السيطرة على القادمين إلى الدول، وخاصة دولنا، في حين إحنا مسيطرين بشبه بجزء كبير جدا على الخارجين إليه، رغم أننا متأكد أن الفترة القادمة من سيأتي لينفذ عمليات في مصر لن يكون مصريا، لأن التنظيم يمتلك من الجنسيات العديدة التي يسمح لها بالدخول إلى مصر بدون حتى تأشيرة الدخول. أنا عايز أقول إن التنظيم ده عشان نقدر نقول إحنا محتاجين نعمل إيه عشان نواجهه أو هذه التنظيمات أو هذه الموجة، إحنا محتاجين الأول نعرف إيه العناصر اللي موجودة اللي أرساها هذا التنظيم في قواعد التطرف والإرهاب فيما بعد 2011. هي التنظيم ده قدر إن هو يكون لديه استراتيجية عميقة ثابتة ناجحة، وهو قدر إن هو ينجحها بصورة جعلت العالم كله يقف أمامه ويهاب. أيضا هذا التنظيم يمتلك أدوات لم يسبق لأي تنظيم آخر أن يمتلكها، ودي حقيقة لازم نقرها ولازم نعرف انه حقق نجاحات على الارض بما يملكه من ادوات، وهذه الادوات قد تكون افراد، قد تكون معلومات، قد تكون اسلحه، قد تكون انتشار لا مركزي في دول عديده. ايضا هذا التنظيم وصل الى مرحله لم يعد يحتاج الى ممولين او داعمين، يعني هو ليس التنظيم الذي يرجو او يطلب ممولين او داعمين، هو لديه اليه دعم وتمويل ذاتي. هو قدر زي ما قال زميلي وعزيزي العميد خالد عكاشة ان هو قدر ان هو يعمل نقلة نوعية في التمويل.